الحلاوي حقيقة على هذه الهدية الجميلة لأبناء الدولة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للجميع والتوقيت الأفضل في أشواط الصعوب. أيضا الشاهينية تسجل خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. تهانينا والناموس يا أبو راشد. شوط جديد لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. شوط له ثقلة ووزنه هنا في هذا العالم الجميل. اذهب إلى الصدارة، اذهب إلى المركز الأول متعب السيد علي بن خليفة، علي بن حميد بن خليفة وسحر الشامسي. النقلة على المركز الثاني، هناك منصح في المركز الثاني، سلطان بن محمد بن سلطان بن شاهين العواني ثالث المراكز. من الجانب الآخر اللي غير مشغل حمدان بن ناصر بن حمد النينيبي المركز الرابع. أيها الإخوة اللي في المركز الرابع شاهين لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن شاهين لمطر بن علي بن علوان أيضا اللي فاجأنا من الجانب الآخر. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، ولكن مشغل مع لينيبي، اشغلهم لينيبي ما شاء الله تبارك الرحمن. حمدان يا حمدان يا حمدان يا بن ناصر يا بن حمد يا الدرعي، ولكن شوفوا ابناء بن حميدان، شوفوا ابناء بن حميدان يدخلون من الجانب المضيق، من الجانب المضيق، من الجانب الاخر. بسم الله يا شاهين، بسم الله يا شاهين، بسم الله يا شاهين. خليفه بن علي بن خليفه بن حميدان يا بن حميدان للمرة الثانية ولا الأولى. سلام خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي ثاني، والناموس المركز الثاني. شاهين لمطر بن علي بن علوان المركز الثالث. أيها الإخوة للسيد حمدان بن ناصر بن حمد النيبي المركز الرابع على ما ظل محمد بن علي بن علوان. شبيه التوقيت الزمني دقيقة 47 ثانية 9 من الزمن الثانية. تهانينا والناموس.